يجب أن تتم بشكل دوري مرتين في السنة، ومن المهم جدا أن تبدأ في مرحلة الطفولة، فالزيارة الأولى للطفل يجب أن تكون في عامه الأول. تتيح الزيارة الدورية فرصة الكشف المبكر عن أي مشاكل وتقديم العلاج المناسب، والذي يكون في الغالب بسيطا، وذلك قبل أن تتفاقم وتزداد تعقيدا، وبالتالي المحافظة على الأسنان والفم، القيام بتنظيف الأسنان وإزالة الجير والرواسب والتصبغات وتلميع الأسنان وتطبيق مادة الفلورايد للوقاية، وبالتالي نحمي أنفسنا من التهابات اللثة وأمراض النسيج حول الأسنان وتستعيد أسناننا لونها الطبيعي.